اليوم شرب الدخان. كيف المسلم يشرب دخان؟ الآن الكفار ينظر إليكم يقول كيف هؤلاء يأمر بعدم الإسراف وهم يسرفوا في استخدام في شرب الدخان. هل تحب أن أولادك يشربوا الدخان؟ تحب؟ لا. وأيضا الملائكة لا تقرب منك عندما تشرب الدخان. ادعو الله أن الله يعافيك من الدخان. قل آمين. تقول يا رب عافني من الدخان ومن كل محرم.